أهلا بكم. صح الشمال على مواجهة بين قوة من الجيش ومطلوب في دير عمار يدعى محمد مصطفى حمزة في أثناء دهم منزله فجرا، فأقدم المطلوب على رمي قنبلتين باتجاه عناصر القوة قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف ويقتل معه أمه وزوجته، فيما أصيب 7 عسكريين في العملية. في الملف الرئاسي، وفيما تحدثت معلومات صحفية عن عودة وشيكة للرئيس سعد الحريري إلى بيروت في الأسبوع المقبل لإعلان ترشيح سليمان فرنجي من بيروت وإجراء الاتصالات واللقاءات السياسية مع كل الأفرقاء، لفت تصريح للأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري قال فيه: إذا فشلت المبادرة بالوصول إلى تسوية واستمر الفراغ فلن ينتخب رئيس للجمهورية على نار باردة، بل سينتخب بالدماء. نبدأ من التطورات الأمنية في دير عمار وتفاصيل عملية الدهم الدموية مباشرة مع زميلة حليمة طبيعة. حليمة، ما هي التهم التي كان مطلوبا فيها من فجر نفسه اليوم في خلال عملية الدهم، وماذا عن تفاصيل ما جرى في هذه العملية؟ نعم، بداية يعني سأذكر ما جرى ثم أعود إلى بيان الجيش الذي ذكر بالتفصيل التهم، وأنه كان مطلوب، يعني محمد مصطفى حمزة كان مطلوب من قبل الجيش اللبناني. نحن موجودون الآن في المبنى الذي كان موجود فيه الانتحار محمد مصطفى حمزة، على الطبقة الأولى كما تشاهدون بعدسة الزميل هشام العراوي، هذا الزجاج الذي كسر بسبب قوة تفجير القنبلة القنابل والحزام الناسف وأيضا الرصاص الذي صدر من الجيش اللبناني. فقرابة 4 فجرا أتى دورية إلى هنا، دورية تابعة للجيش اللبناني، وقامت بمداهمة المبنى وذلك بهدف إلقاء القبض على المطلوب محمد مصطفى حمزة الذي كان موجودا في منزل شقيقته صفاء في الطبقة الأولى من هذا المبنى. عندما دخل الجيش اللبناني إلى داخل المبنى، طبعا نحن لم ندخل كثيرا إلى الداخل بسبب يعني مشاهد الدماء والأشلاء التي ما زالت متناثرة على الأرض، طلب الجيش اللبناني من الموقوف أن يسلم نفسه ولكنه رفض، ففتح الباب ورمى قنبلة يدوية باتجاه الجيش اللبناني ما أدى إلى إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطين. أيضا عندما تراجع الجيش قليلا إلى الوراء ثم ألقى بقنبلة ثانية لم تنفجر على الدرج، هذا الأمر دفع بالجيش اللبناني إلى إطلاق النار باتجاه المنزل، وطلبوا من المطلوب بأن يسلم نفسه، وأيضا حاولوا إخراج عائلته التي كانت موجودة داخل المنزل ولكنهم فشلوا في ذلك. سنتقدم قليلا إلى داخل المبنى وسأحاول أيضا التحدث إلى أحد الجيران الذي كان موجودا خلال عملية الدهم. قيل لنا أن المطلوب كان برفقته فتاة صغيرة اتخذها درع بوجه الجيش اللبناني. طبعا لن نصور كثيرا الدماء. سأتحدث إلى الشاب، خبرني بالضبط أنت كنت موجود وقت الحادث، شو صار؟ على الساعة 3:15 تقريبا بنحس في شيء حركة مش مزبوطة بالمنطقة، بننزل لنشوف شو فيه، بيكون الجيش مطوق المنطقة كلها بيدقها وبيشدها. بنسمع هون الجيش عم يتكلم مع الإرهابي على أساس إنه يتفهموا ويقدروا يقبضوا عليه، إنه حسوا إنه هو بأمان وما يقربوا عليه ولا يأذوا أبدا. هون هو ما بيقبل معهم، بزد قنبلة بتيجي بتنفجر محل مني واقف تقريبا بس ما بتنفجر. هون الجيش بيرد له برصاص. بعد شوي حاول الجيش يقرب ليطلع لعنده وهو حاول ينزل، بيتفاجئوا ببعضهم، بيكون لابس حزام ناسف وكامش بنت اخته وبكون زوجته ومرته ورا، بيزت حاله على الجيش وبتنفجر بينفجر الحزام. بيروح جرح كتير من الجيش اللبناني، بيروح جرح من المبنى، بس الحمد لله ما بيروح قتله غير اللي هن صاحبين أهله للانتحاري. نعم كاتين، أود أن أشير إلى أن هناك تضارب بالمعلومات في عدد القتلى. بيان الجيش تحدث إلى أن الانتحاري هو فقط من قتل، إضافة إلى شخصين من عائلته، فيما يتحدث الجيران هنا إلى أن الشخصين يعني هناك تضارب بالمعلومات
بين الجيران فيما إذا كانت المؤكد أن والدته قتلت معه خلال فتح الحزام الناسف، وأيضا الطفلة الصغيرة، وهناك من يتحدث عن أن زوجته أيضا قتلت، فيما بعض الآخر يقول أن زوجته الآن هي قيد التوقيف ويتم التحقيق معها، وأيضا شقيقته صفاء صاحبة المنزل هنا جرحت ونقلت إلى المستشفى. سأتحدث عن بيان الجيش الذي ذكر أن المطلوب هو مطلوب مذكرات توقيف منذ عام 2014 بسبب إطلاقه النار على عناصر للجيش اللبناني خلال يعني على دوريتين للجيش اللبناني في منطقة المنكوبين في طرابلس، وأيضا شارك ضمن مجموعة مسلحة، وعلى الأغلب أن هذه المجموعة هي تابعة ل أسامة منصور. وقال العدد يعني أفدنا بأنه أيضا يتبع لتنظيم الدولة الإسلامية، تنظيم داعش، هكذا علمنا من بعض المعلومات. لا شيء مؤكد حتى الساعة عن عدد القتلى الأكيد يعني، ولكن سنعتمد على بيان الجيش الذي أكد أنهم ثلاثة: الانتحاري أو المطلوب الذي فجر نفسه بحزام الناسف، واثنين من أقربائه. هذا كل شيء حتى الساعة كاترين. نعم، شكرا لك حليمة، ونحن سنستمع أيضا إلى تصريح لأحد الشهود. على الساعة 4 الصباح فقنا على عجقة وصريخ برا، فتحت الباب هيدا هون لقيت الجيش معبى المنطقة كلها سوا هون لفوق، بعدين عسكري عيط علي سكر الباب وفوت لجوا بسرعة، سكرت الباب وقعدت أسمع عليهم ورش هون، أطلع على النضور عليهم على الجيش اللي عملوا، سمعتهم بيحكوا مع المطلوب محمد حمزة بيقولوا له حط إيدك ولا راسك واطلع لبرا، كذا مرة عدلوا وعم يصرخوا عليه، فتح كومبلي وكب عليهم فوق فجرت فوق اول كومبلي، بعدين صار اوصوا عني عليه، هو كان معه وراه معه مرته وامه وبنت اخته واقفين معه ورا الباب، صار اوصوا عليه كتير، بعدين فتح كومبلي تانية وكبه ضربه بالحيط فوق وكرجت لهون ما فجرت هون، انا شفت من هون، بعدين صار اوصوا كتير العسكر اللي راح معي من هون بالامبولانس قال لي فتح الباب اخر شيء وهجم علينا وفجر حاله هون على صفرة الدرج بعيد عني مترين هون. مين اللي مات معه لما فجر حاله؟ ماتت أمه اسمها حسنة وبنت أخته اسمها إسراء عمرها 8 سنين ومرته. بس مرته ماتت إيه كمان أربعة، هو وأمه ومرته وبنت أخته، بس هيدا محمد حمزة بيته منهم، هو من مسكن من دير عمار. هو شو عم يعمل هون؟ هو جاء عند أخته هون بنت أخته وجوزها وصهره مسافر على السعودية، هو صاحب البيت صهره مسافر. في قصر المختارة استقبل النائب وليد جنبلاط بحضور نجله تيمور وزير الصحة العامة وائل أبو فعور وفدا من الأسرى المحررين وعائلاتهم، يرافقهم وفد من أهالي الجنود الأسرى لدى تنظيم داعش. وشكر الوفد جنبلاط على جهوده لتحرير العسكريين وثمن مساعيه المستمرة في هذا الملف، متمنيا مواصلة الجهود للإفراج عن بقية العسكريين المخطوفين. جنود لا يزالوا في الأسر، الحمد لله على السلامة للذين تحرروا، لكن يبقى 9 عسكريين في الأسر، وشكر ناقص إذا لم نشمل بهذا الشكر أول من وافقني على موضوع التبادل هو دولة الرئيس نبيه بري. يعني أستغرب بأن البعض من الرسميين أغفلوا دور الرئيس بري الذي وقف معي في أول لحظة عندما كلفت الرفيق وائل أبو فعور بمهمة بأنني قابل أو نقبل بالتبادل، فأول من وقف معي ومعكم بهذا الموضوع، ووصلنا في النهاية إلى ما طرحناه في اللحظة الأولى. فإذا بتريدوا كمان نتذكر دور الرئيس بري الوطني، ومش مش 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 غريب هالشيء عنه، وإن شاء الله فرحتنا تستكمل بعد إطلاق سراح الآخرين. شدد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في لقاء حواري مع اتحاد جمعيات العائلات البيروتية مساء أمس على أن شروط المبادرة التي طرحها الرئيس سعد الحريري لم تكتمل بعد، ولا حتى العناصر التي تجعل الأطراف تلتقي في منتصف الطريق لاختيار النائب سليمان فرنجي أو غيره. وسأل أحمد الحريري في ظل ما يعيشه البلد من مخاطر كبيرة من جراء الأزمة السورية التي لا يبدو أنها ستنتهي قريبا، هل يمكن أن يبقى لبنان من دون رئيس للجمهورية؟ وأضاف إذا فشلت المبادرة في الوصول إلى التسوية واستمر الفراغ أشهر المقبلة فلن ينتخب رئيس للجمهورية على نار باردة، بل سينتخب بالدماء، فهل نريد أن نكرر حربا أهلية ثانية؟ وفي حال عدم سريان التسوية ما الذي يضمن أن لا يكون هناك مثالثة؟
ولفت الحريري الانتباه إلى أن المبادرة يجب أن تأتي تحت سقف تسوية الأمن والاستقرار، لأننا على تواصل يومي مع قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية الذين ورغم ما يقومون به من إنجازات لم يعد لديهم القدرة على الاستمرار من دون غطاء سياسي، مشيرا إلى أن الإعلان عن المبادرة رهن اكتمال شروطها، وعندها سيقوم الرئيس سعد الحريري بعرض تفاصيلها الأساسية كاملة. وختم الحريري بالقول: في حال نجحت المبادرة الجميع سيربح، وفي حال لم تنجح يكون ضميرنا مرتاحا تجاه الأقطاب المارونية الرئيسية، لأننا تعاطينا مع كل الفرص المتاحة ولم نضع فيتو على أحد. نقلت صحيفة المستقبل عن مصادر دبلوماسية رفيعة في باريس أنه في الاتصال الهاتفي الذي أجراه أمس الرئيس الفرنسي برئيس تيار المردة، توجه أولاند لفرنجي بالقول: نحن نبارك التقارب بين الأفرقاء اللبنانيين وندعم المبادرة الرئاسية المطروحة، في إشارة إلى مبادرة الرئيس سعد الحريري لإنهاء الشغور والتي ارتفعت بموجبها حظوظ ترجيح فرنجي لتولي سدة رئاسة الجمهورية. من جهتها ذكرت مصادر فرنسية مطلعة على الحياة أن فرنجي كرر مرات عدة للرئيس الفرنسي تعلقه القوي باستقلال لبنان وحرصه على حماية هذا الاستقلال، وكان واضحا أنه عازم على ألا تملي سوريا على لبنان برنامج عمله. وقال فرنجي إنه بالتأكيد لديه صداقات، لم يذكر اسم بشار الأسد، وإنه لن يتخلى عن أصدقائه، ولكنه إذا أصبح رئيسا للبنان فلكي يهتم بلبنان، وأن رؤيته في التسوية مع الحريري هي الاهتمام بلبنان، وأن أي أحد يريد الإخلال باستقلال لبنان لن يعود صديقه. أهلا بكم من جديد. أكد مصدر عسكري مطلع في قوات البشمركة الكردية أن القوات التركية المرابضة في جبل بعشيقة شمال العراق لا يتجاوز عددها 150 عنصرا. وأضاف المصدر الموجود حاليا في جبل بعشيقة في تصريح خاص لسكاي نيوز عربية أن تلك القوات التركية كانت موجودة في المنطقة منذ أشهر لكن بعدد أقل، وأوضح أنها دخلت الإقليم بطلب من محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي لتدريب قوات الحشد الوطني، وأنها عبارة عن مجموعة من الضباط والمدربين ومعهم بعض العربات المصفحة وليست قوة ضاربة. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طالب القوات التركية بالانسحاب فورا، وقال مكتب العبادي في بيان إن السلطات العراقية تطلب من تركيا أن تسحب فورا القوات التي أرسلتها لتدريب مجموعات عراقية مسلحة من دون موافقة حكومة بغداد. أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه لم يعد متمسكا برحيل الرئيس السوري بشار الأسد قبل انتقال سياسي في سوريا. وقال فابيوس في مقابلة مع صحيفة لبروغري دو ليون إن الوصول إلى سوريا موحدة يتطلب انتقالا سياسيا، وهذا لا يعني أن الأسد يجب أن يرحل قبل الانتقال، لكن يجب أن تكون هناك ضمانات للمستقبل. داعش يتبنى في بيان منسوب له اعتداء كاليفورنيا، ويؤكد أن العمل نفذه في اثنان من مناصري الدولة الإسلامية. في الوقت الذي تستمر فيه التحريات بشأن ما إذا كان منفذي هجوم سان برناردينو في كاليفورنيا على صلة بتنظيم إرهابي، تبنى تنظيم داعش في تسجيل صوتي نسب إليه مسؤولية الهجوم بحسب ما قالت إذاعة البيان التابعة لتنظيم داعش على الإنترنت، مؤكداً أن المنفذين سيد فاروق وتشفين مالك هما من أتباع التنظيم. ومع بداية التحقيقات تجاهل البيت الأبيض فرضية الإرهاب وربطه بالحادث الذي أودى بحياة 14 ضحية، مشيرا باستمرار إلى أن الهجوم جنائي بسبب تزايد استخدام الأسلحة داخل الولايات المتحدة التي تصاعدت فيها معدلات الجريمة بشكل لافت. غير أن مجرى التحقيقات والأدلة الجديدة فرضت على الأجهزة الأمنية الأمريكية التعامل مع هجوم كاليفورنيا كعمل إرهابي، فأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما عدم السماح بترهيب الأمريكيين، علما أن مصادر حكومية أمريكية أكدت أنه ليس هناك دليل على أن الهجوم نفذ بناء على أوامر داعش. الدوائر الرسمية الأمريكية لا تزال تتكتم على علاقة المنفذين بالتنظيمات الإرهابية، إلا أن وسائل الإعلام الأمريكية خرجت عن صمت الحكومة وكشفت عن مبايعة زوجة سيد فاروق الباكستاني الأصل تشفين مالك لزعيم داعش أبو بكر البغدادي.
ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على التحقيقات أن منفذة الهجوم كانت قد نشرت على حسابها في فيسبوك تدوينات عبرت فيها عن ولائها لزعيم تنظيم داعش، علما أن تشفين مالك من أصل باكستاني أيضا كانت تعيش في السعودية منذ أكثر من 20 عاما قبل أن تنتقل مع زوجها العام الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. صحيفة لوس أنجلوس تايمز من جهتها نقلت عن مسؤول اتحادي أن سيد فاروق الذي أطلق النار كانت له اتصالات مع أشخاص في تنظيمين متشددين اثنين على الأقل، من بينهما جبهة النصرة في سوريا. أهلا بكم من جديد. بعد اتخاذها إجراءات عقابية بحق الميادين مطلع الشهر الماضي، أقدمت شركة عربسات أمس على حجب قناة المنار عن أقمارها الصناعية، وذلك بعد أقل من شهر على نقل مركز الشركة من لبنان إلى الأردن. وقال المدير العام للقناة إبراهيم فرحات للسفير إن المنار تلقت بريدا إلكترونيا يعلمها بوقف البث بسبب ما ورد على لسان أحد الضيوف في حلقة تلفزيونية مباشرة بثت في 19 نيسان الماضي، وانتقد فيها الملك السعودي. بالرغم من أن المذيع أشار في الحلقة المذكورة إلى أن ما ورد على لسان الضيف لا يمثل سياسة القناة، وأضاف فرحات أن القناة تدرس الموقف لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحتفظ بحقها القانوني في الرد. وأكد فرحات أن حجب المنار عن أقمار الشركة لا يؤثر عليها بشكل كبير، إذ أن نسبة 5% من مشاهديها فقط تتابعها عبر عربسات، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية لم تتخذ أي إجراء يمنع شركة عربسات من التمادي في الاعتداء على حرية الإعلام في لبنان. الجزء الثالث من تحقيقات الوحدة الاستقصائية حول ملف مقالع وكسرات الطيبة الجنوبية، ما موقف رئيس البلدية؟ تحقيق للزميل هادي الأمين. مليار ومئتا مليون ليرة لبنانية غابت عن بلدية الطيبة ونحو 40 مليونا عن خزينة الدولة بعد فتح مقلع بذريعة الاستصلاح الزراعي، على الرغم من تقديم شكاوى عدة منذ عام 2014 من دون جدوى. كل مرة بيجي براجع القضاء ما عم بصل لنتيجة، لاضطرينا انه نحن نكمن ليلا بعد ما جتنا معلومات انه عم يقوم بنقل البضاعة ليلا شكاوى من الجيران اللي قاعدة، لانه في جيران على الخط عتشيت. وزارة البيئة تؤكد عدم اعطاء رخصة مقلع، اما وزارة الزراعة فتحمل البلدية مسؤولية هذه المخالفات. لا يوجد ترخيص لمقلع في منطقة الطيبة. هلا هي نحن ليش عم نطلب موافقة البلدية؟ لتكون البلدية شريك لنا بالمراقبة، نحن ما في يكون عندنا شخص، صحيح نحن بنعين شخص، بس ما في يكون 24/24 قاعد هونيك، دونك البلدية المفروض تكون هي أحرص الناس على مصالحها بهذه المنطقة. حملنا مستنداتنا وتوجهنا بها لمواجهة رئيس البلدية الذي رفض بداية الحديث إلى الكاميرا، إلا أنه عاد ووافق. الحاج محمود غدار عنده أرض بالطيبة وقدم طلب من فترة لا رخصة لإقامة تصوينة. أخذ رخصة الزراعة ولا لا؟ ما رد. ما جاب لي، ما ردش. ما إلي معه. حضرتك ما خبر إنه خلصت الترخيص الزراعي ولا لا؟ لا، لأنه ما أخذه من عندي. ينفي رئيس البلدية عباس دياب وجود مقلع أو حتى رخصة استصلاح الزراعي، ولكن لوزارة الزراعة معطيات أخرى. والبلدية بشخص رئيس البلدية عباس علي دياب يلي موقع حاطت لا مانع، يعني لا مانع من تجديد الطلب، شرط التقيد بشروط وزارة الزراعة والقوانين المرعية الإجراء. التقليع كان يصير بالنهار بشكل كثيف بتغطية من البلدية، رغم أنه اشتكينا عدة مرات للبلدية وشكوات رسمية وحتى عند القائم مقام وعند سعادة محافظ جنوب، ولكن ما لقينا لحد هلأ جواب. أيضا ينفي رئيس بلدية الطيبة علمه بوجود مقلع، مستندا على كشف البلدية بناء على شكوى شرف الدين. ولكن ما قصة كشف البلدية؟ حضرتك مضيع الورقة. أكيد، تفضل. أول شيء هون الطيبة 9/9/2014. هيدي الطيبة في 9/8/2014. مظبوط، هيدي هون بعده موجود أمين السر. يومتها صار في خطأ مطبعي. إذن تباين التواريخ هو خطأ مطبعي بحسب الرئيس، ولكن ماذا عن هذا التسجيل الصوتي لشرط البلدية؟ شو اسمه شرط البلدية اللي عندك؟ أستاذ أيمن نعمة. في غيره شرط البلدية؟ لا. صوته هذا؟ وسألتك إذا عملت كشف عن ال أنا ما كشفت عنه.
ما كشف. يعني انا ما تكلفت الحاج عباس انه يامر اكشف ولا رقم. في شرطي بلديه غيرها؟ من اللي كشف؟ في ورقه رسميه هيك؟ في شرطي بلديه؟ لا فيش غيرها شرطي بلديه. حاول دياب استدراك الموقف، لكن في تحقيقاتنا الاستقصائية لا مجال لحذف إجابتين ولا للاستعانة بصديق، وعليه أقر بأن لا تراخيص مسجلة في بلدية الطيبة لمقالع أو لكسرات أو لمجبل بطون، فخسرت بلدية الطيبة المليون. هلأ وكل هالأمور سجل عندكم كسارة أو مقلع؟ لا طيبة؟ لا مجبل بطون سجل أنه في مجبل بطون شرعي؟ لا لا شرعي لا. كمان هول كاشفين عليهم مش شايفينه؟ إذن ما محل مقلع غدار من الإعراب وكذلك مقلع ومجبل وكسارة العضو في بلدية الطيبة علي صالح غدا؟ لا مش عم بنقلن على الكسارة أنا، هذا مش صحيح. جواب نهائي محطت عندي بالكفور. كان في هذه النشرة مطلوب يفجر نفسه خلال عملية دهم للجيش في دير عمار ويقتل 2 من أفراد عائلته. كان لابس حزام ناسف، كامش بنت اخته بايده عمره شي 5 سنين وامه ومرته كانوا وراه وفجر قطع الجيش وفجر خاله. احمد الحريري، الرئيس سينتخب بالدماء اذا فشلت التسوية. العبادي يدعو الى انسحاب القوات التركية من شمال العراق. ختام النشرة، شكراً وإلى اللقاء.